وياخد وقت كبير جدا. يعني شلون ثبت الكوتا النسائيه؟ يعني احنا عندنا نصف قانون انتخابات من وجهه نظري في وهو انه الدوائر المتعدده وقانون انتخابي والكوتا النسائيه وذلك من الامور، كان المفروض ايضا تستكمل على الاقل ما يتعلق بالماده 15 كيف تجري الانتخابات بالعراق. لو كانت هذه الماده مثبته في الدستور ما كان احد يستطيع تجاوزها ولا احد يستطيع ان يعدلها او يبدلها. وكان صارت عندنا خبره متراكمه على القائمه الموحده العراق دائره واحده اللي سمي بعد انتهاء الدوره القائمه المظلمه السوداء. ليش؟ لانه مثل اسم الفوز تعرف من هو والتحالف، وما عدا من الاسماء الاخرى كلها تعرف وين انكشفت. انكشفت داخل الجمعيه الوطنيه بحيث ان الجهات التي كانت تراقب عمل البرلمان تقول اكثر من 60% من النساء لم تتكلم بجمله واحده طيله 4 سنوات من عمر البرلمان. فهذا الموضوع لا. حقيقه هو وغيره لازم ينطينا تجربة لتصحيح الخطأ والذهاب إلى البديل. ولكن القوى السياسية لا قاعد تدرس الواقع بشكل صحيح ولا قاعد تذهب إلى أفق ديمقراطي، لأن هي أصلا غير ديمقراطية، هي أصلا كل قادتها ما تغيروا ما تبدل. نعم. هي أصلا يعني اللي مو ديمقراطي يقدر يعطيك ديمقراطية؟ أكيد لا. ولهذا تشوفهم طوروا بهاي الماده 15. ليش؟ لانه الموضوع يتعلق بمصالحهم وليست بمصالح الشعب. الشعب يريد دوائر متعدده حتى يوصل كلام النائب، صوت النائب، عمل البلد الى ابسط قريه، الى ابسط مجمع وحدات سكنيه حتى كل ما يدور في بغداد وينقل الى مدينته وياخذ مطالب شعبه واهله وناسه ويدافع عنهم ويعرفونه ويعرفهم. ما بها مصاريف هائله، ما بها ورق وكتابات وما الى ذلك من الامور التي كبدت الناس مبالغ طائله جدا فيها ايجابيات كثيره الحقيقه، ولكن طيب. لا تخلو من السلبيات. ولكن الراي انه دائما القوى السياسيه عندما تضايق على وقت التشكيل اكيد راح يعني تسرع في اكمال متطلبات. تمام سيد عبد الله. شفناها احنا بهاي الانتخابات 2018 ومخرجاتها، لو تبدل رئيس وزراء ودى رئيس وزراء جديد، تبدلت حكومه واجت حكومه جديده، لمخرجات انتخابات عام 2018 لم تكن شفافه.